أترجاكم فلنخدم القديسين، لأن كل مؤمن هو قديس ما دام هو مؤمن. إن كان أحد علماني هو قديس، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة. يعني كلمة قديسين عاوز يقول ما تستكترهاش لما تتقال على كل مسيح، لأن الكتاب المقدس استخدم كلمة قديس أو مقدس على شخصيات عادية بس مؤمنة بالمسيح. إذن فلنمد يد العون لكل شخص حتى لو كان علماني، ويجب ألا نهتم فقط بأولئك الذين يعيشون في البراري، يعني النساك والرهبان، لا، احنا بنهتم بكل الناس. فالنساك هم قديسون في الحياة وفي الإيمان، والعلمانيون أيضا قديسون في الإيمان، والكثيرون قديسون في الحياة فقط. الأمر ليس هكذا. يعني إيه؟ يعني ما تبصش إنه اللي لابس أسود بس ده اللي قديس، لا، في ناس عايشة عادية في الدنيا لكن محتملة آلام في الدنيا، وعندها أمراض وعندها متاعب كتيرة أو بتشكر ربنا. طب ما نشاركهم متاعبهم دي، ناخد بركتهم. حينما نرى راهب في محبسه ونزوره، ونرى علماني يجوز صعوبات ولا نقوم بزيارته، هذا العلماني قديس وأخ لك، ماذا إذن؟ هل ندينه لأنه غير راهب؟ يعني أنت ليه ميزتك منه راهب وناسك عن واحد تاني ظروفه قاسية قوي ومتألم؟ برضو ده عند ربنا قديس. فاسمع المسيح حينما يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، فلتفعل أنت هذا لأجل الله، يعني يخدم القديسين على كل أشكال، وخذ بركتهم وإظهر المحبة لأجل اسم الله. يجب أن نحسن لكل إنسان يجوز موقف صعب، بالأكثر جدا حين يكون علماني ومؤمن. فاسمع القديس بولس يقول حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لا أعرف من أين دخل إلينا هذا الفكر، كيف سادت هذه العادة، لأن هناك من يبحث عن النساك فقط ويريد أن يحسن إليهم ويقول عن الآخرين هذا غير مستحق. أنت بذلك تكون قد هدمت الجزء الأكبر من عمل الرحمة. يبدو كان في ظاهرة أن بعض الناس ما تعملش خير غير مع الرهبان النساك بس، فقال له أنت لغيت أغلب الرحمة، لأن الرحمة للناس اللي عايشة في الدنيا ومتألمة، وفي ناس كتيرة قوي في الدنيا متألمة، مش الراهب اللي اختار الألم والضيقة طريقه، لا، تبددل بالأولى. عمل الرحمة يعني أن يمارسه الإنسان ليس تجاه فئة معينة بل تجاه الكل وبفضيلة حقيقية. واسمع ما يقول المسيح في المثل: إنسان كان نازلا من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص، وابتدى يحكي ذهبي الفم ويربط عمل الرحمة بقصة السامري، عشان يقول هو الإنسان اللي نازل ده وتعامل مع الرحمة من السامري، هو ده كان راهب، هو ده كان كاهن، هو ده كان لاوي، ده كان إنسان عادي، لكن ربنا قدر قوي عمل الرحمة حتى مع غير النساك. فكأنه انتهى من الكلام قال تمثلوا بالقديسين اللي بالصبر والإيمان وصلوا، وانتوا ربنا مش هينسى تعبكم مع الناس التعبانة، لكن ما تحطوهاش في فئة معينة، شوفوا كل التعبانين واعملوا معاهم الرحمة والخير، وربنا يبقى ظالم لو نسي تعبكم، لكنه ليس ظالم ولا ينسى تعب المحبة.